اي كرييتور على اليوتيوب او على الفيسبوك او على اي حاجه من السوشيال ميديا بيبقى محتاج موسيقى للفيديوهات بتاعته علشان يدي ليها طعم، ايا كان دراما او مرح او عايز ازود لها اكشن. فهي الموسيقى دايما هي اللي بتساعد جدا وبتخلي المشاهد شكلها احلى بكتير. بس دايما ككرييتورز بيواجهنا مشاكل ان هي الكوبي رايت، ان هي دايما بتيجي تستخدم موسيقى ليها حقوق ملكيه وتيجي كده تحطها على الفيسبوك او اليوتيوب زي الامور كده، وتلاقي اليوتيوب شالك الفيديو وادالك سترايك، او على الفيسبوك والفيسبوك شالك الفيديو او سابولك كده من غير موسيقى، فالفيديو ملوش معنى خالص من غير اي صوت خالص، فبتضطر انك انت تشيله. فالموضوع دوت جربنا واتلسعنا فيه كتير، فعرفنا ازاي نوصل لحل. في طريقين انك انت تجيب موسيقى، في طريق بفلوس وفي طريق ببلاش. اول طريق اللي هو بفلوس انك انت تروح لويب سايت اسمه Epidemic Sound، ده احسن ويب سايت موجود في العالم تقدر تجيب منه موسيقى الفيديوهات بتاعتك، وده معظم القنوات الكبيرة بتستخدمه علشان هو عنده احلى موسيقى ممكن تلاقيها، لكن انا بحب اللي ببلاش. نروح اللي هو ببلاش، اللي هو انا بستخدمه وفي ناس كتير اعرفها بتستخدمه، وهو مش وحش خالص، بالعكس هو جميل جدا ومش بعيد قوي عن اللي هو بفلوس. في قنوات كتيرة متخصصة في ان هي تعمل الموسيقى اللي هي من غير حقوق ملكية، بس مقابل انك انت تاخد اسمها باسم الاغنية وتحطها في الديسكريبشن عندك في الفيديو اللي انت استخدمت فيه الموسيقى بتاعتهم، ودي هتبقى ان هي مش هيجيلك اي مشكلة موضوع الكوبي رايت او سترايك. فلوج نو كوبي رايت ميوزك NCS Frequency و Audio Library Copyright Free، هتلاقوني حاطط في الديسكريبشن اللينكات لكل القنوات ديت، هتقدروا تلاقوا عليها موسيقى جميلة جدا. بس طبعا ما تنسوش تاخدوا اسم الاغنية واسم اللي عمل الاغنية حطوهم في الديسكريبشن عندك. هتلاقوني حاطط لينكات القنوات دي كلها في الديسكريبشن تحت، تقدروا تخشوا تاخدوا الموسيقى اللي انتوا عايزينها منهم. وده كان فيديو ازاي تجيب موسيقى لفيديوهاتك من غير ما يجيلك كوبيرايت سترايك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.